السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. دلوقتي لو في حد ترك تركة، حد ولا أحد؟ أحد، آسف، ماشي. حد ترك تركة ذهب، تركة من ذهب، ها، فهل يجوز استثمارها قبل تقسيمها ولا برضا الورثة جميعا؟ لا تمام، لكن لو احد من الورثة مثلا رفض يبقى لا يجوز. طبعا، ويريد حقه. تمام، احسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.